أسعد الله مساكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشبيبة. هذه الحلقة تحمل يمكن إطلالة مختلفة مثل ما أنتم متابعين أيضا اللي تابعونا على بثنا المباشر في تويتر وعلى قناتنا على اليوتيوب في أول إذاعة مرئية في السلطنة. عمالقة الفن العماني حاضرين معنا في الاستوديو في هذه الحلقة الخاصة للحديث عن مسرحية ولد البلد. هذه ينتظر عرضها في 13، 14، و15 من شهر أكتوبر الحالي. هذه المسرحية مستمعين الأعزاء تأتي برعاية إعلامية من الشبيبة، ويحتضنها المسرح الكبير بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض كأول عمل يقام على هذا المسرح الضخم الذي سيشكل إضافة فارقة لتاريخ المسرح العماني. نجوم يحضرون في هذه المسرحية، نجوم صاعدين وكذلك عمالقة الفن العماني اللي الكل يعرفهم وكان لهم يعني خطوات إلى الوصول إلى هذا المستوى اللي نراه اليوم في الدراما العمانية، وحضورهم كذلك في المسرح مثل الفنانة القديرة فخرية خميس، الفنان القدير أيضا صالح زعل، والفنان جمعة هيكل، والأستاذ الفنان عبد الغفور البلوشي، والفنان عبد الحكيم الصالحي، وقحطان الحسني، ومحمد السيابي، والسلط السيابي، فيصل الجهوري، وأنغام المطروشية، وكذلك مجموعة من الشباب المجيدين من الأنشطة المسرحية من كليات مختلفة في قطاع التعليم العالي. توليفة جميلة تحضر للمشاركة بين جيلين في المسرح لإطلالة مختلفة، يعني يستطلع من خلالها المتابع إن شاء الله مستقبل أجمل للمسرح العماني. أيضا وجود مسرح بهذه يعني التجهيزات وهذه الفخامة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ينتظر أن يساهم في إثراء الحركة المسرحية والتغلب على بعض التحديات في وجود مكان مجهز ومتكامل. كان البعض يعتبرها تحدي، ولكن اليوم بوجود هذا المسرح نتمنى أن يعني ينقضي هذا التحدي وتبدأ إشراقة وإطلالة مختلفة للمسرح والمسرحيين في السلطنة. إذن 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في محافظة ظفار هي تردداتنا، ورحب بتواصلكم معنا ومشاركتكم أيضا لحلقة اليوم. وإذا كان مداخلة ضيوفنا أكيد موجودين 24924 للاتصال، ولرسائل الواتساب 947-99975. إذن باسمكم مستمعين الأعزاء رحب بضيوف حلقة اليوم، ضيوف من العيار الثقيل على يعني الشاشة العمانية، واللي هم اليوم يطلون عبر شاشة مع الشبيبة. الفنان الأستاذ صالح زعل، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير جميعا والسادة المستمعين، حياكم الله. كذلك نرحب بالفنان الأستاذ جمعة هيكل، سعيدين بتواجدك معنا. يا أهلا وسهلا، مثل ما نقول في المسرحية مرحبا الساعة، حياك الله. فنان الأستاذ عبد الغفور البلوشي أيضا سعيدين بتواجدك معنا في البرنامج. أنا أيضا سعيد بتواجدي معكم. نعم. نبدأ معك أستاذ صالح ونتكلم عن المسرح اليوم في السلطنة. يمكن الحركة المسرحية في عمان بدأت مبكرا من السبعينات وإن كانت بسيطة، اليوم كيف ننظر إلى المسرح العماني والحركة المسرحية؟ هو مثل ما تفضلتي بدأت مبكرا من السبعينات تقريبا. نعم. والآن الحمد لله وصلنا إلى مرحلة يعني جيدة ومتطورة. نعم. خاصة من خلال الفرق الأهلية المسرحية، يعني في السبعينات كانت عبارة عن ممكن فرقة أو فرقتين. نعم. ولكن الآن يعني موجودة على الساحة الفنية هي أكثر من كذا فرقة أهلية. نعم. وبالتالي هذا ما في شك أن أثر الحركة المسرحية عندنا في السلطنة، والعروض طبعا الفرق هذه يعني بادر دائما في كل موسم، يعني باعمال بمهرجانات بمشاركات خارجيه سواء داخل السلطنه او خارج السلطنه. الان الحمد لله عندنا المسرح بدا يعني ياخذ خطواته الجيده ويستمر بحسب ما طموح الشباب الموجود من خلال هذه الفرق. وفي تطور دائما، وهذا ما في شك، الفرق هذه والشباب لهم يعني دور كبير في إثراء الحركة المسرحية يعني. نعم جميل.
لكن أيضا اليوم لما نتكلم عن وجود مسرح في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بهذا الحجم، أنتم كفنانين عايشتم يمكن بدايات الحركة وبساطة أيضا وتواضع الإمكانيات الموجودة في السلطنة، اليوم بهذه النقلة ما الإضافة النوعية اللي يقدمها هذا المسرح في نظركم وأنتم يعني تشاهدوا النقلة هذه بين الجيلين؟ هو ما في شك إحنا كنا نطمح ونتمنى أن يكون عندنا نعم. صالة عرض موجودة بالشكل الجميل الرائع الراقي نعم. وهذا أكيد إحنا يعني اللي شجعنا ودعمنا أكثر وخلانا يمكن نشارك في هذا العمل، يمكن هو الأساس وجود هذا المسرح الكبير نعم. هذا يعني بأمانة إحنا يمكن أول مرة بنعرض على مسرح مثل هذا المسرح نعم. يعني فبالتالي يعني هذه من الأسباب الرئيسية يمكن اللي شجعتنا نحن للعمل. جميل نعم. أستاذ جمعة لما أتكلم عن يعني الأستاذ صالح اليوم يذكر يمكن من الأسباب هي وجود المسرح، كيف أيضا حرصتوا أن توجدوا الفئة اللي بدأت في المسرح العماني كأمثالكم وعلى الشاشة بأجيال صاعدة اليوم أيضا تضع قدمها على المسرح يمكن بخبرة بسيطة لكن يمكن يعني استفادت من الإمكانيات المتاحة من التجارب المتاحة أيضا، فهذه التوليفة الجميلة ما الذي تضيفه في مسرحية ولد البلد؟ أولا إذا كان في أحد يستحق الشكر على التوليفة اللي قلتي عليها نعم. فهي الشركة نعم. شركة أكازيا والأخ مالك إنه هو جمع الجيل الرواد، طبعا صالح من جيل الرواد، أنا بعد أنا مش من جيل الرواد ممكن عبد الغفور، فجمع جيل الرواد بجيل الشباب نعم. يعني هذه شركة صراحة تحسب لها يعني نعم. وأنا أريد أقول للجمهور العزيز أنه فعلا في وجوه شابة ما شاء الله نتوسم فيها خير نعم. وأنا أعتقد أنها راح تكون لها كلمة على 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 خشبة المسرح في أيام العروض، فأنا أدعو الناس أنهم يعني بجانب أنهم يشوفونا أنهم يشوفوا أيضا هذول الشباب اللي أتوقع لهم مستقبل جيد لأنهم ما شاء الله خامات جيدة نعم. ويبدو أنه الأخ مالك يعني مختارنهم بعناية نعم. أستاذ عبد الغفور يمكن الحركة المسرحية رغم كل التحديات اللي واجهتها ما زالت يعني نابضة في السلطنة، ويمكن ما نشاهده من تفاعل سنوي عبر العروض المسرحية اللي تقدمها الكليات والجامعات أيضا، وهذا النشاط والتنافس على الوصول إلى مراتب أعلى وأيضا الحصول على جوائز بمسميات الأدوار أيضا وكتابة النصوص وكذلك الإخراج، كيف ساهمتم أنتم كجيل بدأ بهذا المسرح اليوم في الوقوف بجانب هؤلاء الشباب مرحلة مرحلة أو بجانب المؤسسات لاستمرارية المسرح بهذه القوة؟ هذا الكلام صحيح نعم. نعم نحن نمر بمرحلة قد تكون هي هذه المرحلة الذهبية للمسرح نعم. للمسرح بشكل عام يعني حركة المسرحية في عمان نعم. حركة دائمة التطور، وهذا ما وجود الفرق الأهلية وكثرتها يثبت ذلك نعم. هذه الفرق الأهلية أصبحت تعتمد على نفسها من خلال إقامتها حتى مهرجانات نعم. وهذا شيء يعني ليس بالسهل أن تقوم فرقة أهلية تمول نفسها ذاتيا نعم. بتنفيذ مهرجان مثل فرقة الدن وفرقة الرستاق نعم. والفرق الأخرى، يعني لا يعني أن أذكر كل الفرق لأن هناك الآن تعددت فرق كثيرة يعني نعم. تجاوزت 30 ما شاء الله. بالرغم من هذا أن هذه الفرق لا تخلو من مواهب نعم. فيها مواهب شابة كثيرة وهم يجدون طريقهم من خلال تقديم عروضهم الموسمية، أصبح لهم عروض موسمية يعني إحنا في السنة أصبح لنا أكثر من موسم نعم. بوجود المهرجانات نستطيع أن نقول أن هذه عروض موسمية نعم. أو هناك مواسم للمهرجانات اللي تقيمها الفرق. وغير كذا نعم. أستاذ يعني نعم. عبد الغفور إنهم ما اقتصروا جهودهم هذه وبروزهم على المستوى المحلي، اليوم نعم. حتى المهرجانات الخارجية صح. شبابنا سجلوا نعم. حضور قوي صحيح. على المستوى الخليجي والمستوى نعم. العربي كذلك الكلام يعني. صحيح نعم. حتى تجاوزوا الآن حضروا يعني شاركوا بمهرجانات عالمية نعم. دولية يعني ذهبوا إلى رومانيا، في فرقة ذهبت إلى رومانيا أعتقد وإلى بريطانيا، راحوا حضروا بعضها حضروا مهرجانات وقدموا عروض نعم. بمناسبة وبدون مناسبة حتى استدعاهم واستضافتهم من قبل جهات معينة، وهذا الشيء جميل نعم. أن المسرح نحن المسرح فعلا المشاركات أيضا مشاركات عربية شاركوا
في مهرجان دولي كمهرجان القاهرة المعاصر. نعم. التجريبي هذا مهرجان دولي، ويشاركوا في مهرجانات اللي مهرجانات المسرح اللي تحصل في المغرب. نعم. مهرجان أصيلة، تازة، الناظور، هذه مهرجانات أيضا جميلة وتحضر فيها وشارك فيها دول. نعم. يعني دول أخرى غير المغرب، يعني حتى دول عالمية كفرنسا وإيطاليا يشاركوا في هذه المهرجانات، وفرقنا تشارك في هذه المهرجانات. إذن وهم هؤلاء الناس هم سفراءنا للخارج. نعم. لأنه يقدموا أعمال ذات طابع عماني. نعم. صبغة عمانية، قدموا مجتمعنا، قدموا ثقافتنا، قدموا إرثنا للخارج. طبيعي. فهذا شيء يعني نحن جدا سعيدين فيه. نعم. وسعادتنا لا يعني سعادتنا تكثر حينما نحن نشارك ونساهم في النشاط نشاط المسرحي حتى ولو على مضض. نعم. وهذا شيء يعني نحن أنا جدا سعيد لمشاركتي هذه حقيقة، خصوصا مع ناس كبار مثل الفنان القدير صالح زعل والفنان القديرة فخرية خميس. نعم. ولا يعني لا أقل من قيمة الباقي الفنانين الفنان القدير جماعة هيكل وغيرهم من الفنانين الشباب صالحي عبد الحكيم الصالحي وقاسم الريامي وغيرهم من الشباب الجيدين. فأنا أيضا أنا سعيد لأن أيضا جلس فترة ما اشتغلت والآن أنا أشتغل. نعم. هذا شيء يعيد فيها. نعم. الحيوية والنشاط لأن أجدد نشاطي وأن أجدد حبي لهذا المسرح. نعم جميل. أستاذ صالح، دائما نحن نتكلم عن الفن، نؤمن برسالة الفن. فاليوم رغم كل التطورات والتحديات اللي مرت بها الأجيال، هل رسالة الفن من خلال خلينا نقترب أيضا مسرحية ولد البلد كنموذج، يعني هل بقيت رسالة الفن كما هي بخصوصيتها بعظمة أيضا ما تقدمه وتنقله للمشاهد أو المتابع؟ نعم، يمكن هذا الجانب يمكن له دور كبير من خلال الفرق الأهلية اللي قدمت. نعم. المسرحيات مثل ما تفضل أخ عبد الغفور، يعني مشاركاتها أثرت وأدت الرسالة المطلوبة منها، ولا زالت ولا زلنا الآن إحنا الحين في بحث نطور هذا الجانب. نعم. خاصة من خلال هذه مسرحية البلد، يعني إحنا عندنا هذه المسرحية يمكن موضوعها لأول مرة يطرح من خلال المسرح. نعم. ويعني موضوع هادف وجريء وفي جرعة كبيرة من الكوميديا، وبالتالي احنا يمكن أنا والأخ جمعة وعبد الغفور يمكن من زمان ما شاركنا. نعم. لكن هذا العمل أعطانا أكثر دفعة كبيرة بأننا نشارك، وتوقع حتى ظهوركم اليوم على المسرح والناس تتابعكم أكيد. أيوة. أسماءكم محفورة بالنسبة لهم، وظهور جديد بهذا المستوى وهذا الحجم أكيد بيربط ذكرياتهم أيضا ببدايات ظهوركم. إن شاء الله يكون العمل اللي أتمنى أنه فعلا يقدم شيء مختلف. أنا أيضا إن شاء الله يعني لما أتكلم عن هذه المسرحية أنا يمكن ما أريد أحرق تفاصيل كثيرة، ولا إحنا ندخل بالتفاصيل وايد، لكن أكيد المستمعين يعني حابين أيضا يعرفوا يعني بداية مشاركتك اليوم كفنان كبير. يجيك عرض لمشاركة في مسرحية مثل هذه وتذكر أنك فترة طويلة لم تظهر، يعني كيف كان خيار المشاركة بالنسبة لك؟ أكيد أنا سعيد جدا أني أرجع المشاركة في المسرح، خاصة من فترة طويلة أو كبيرة ما شاركت ما ظهرت على الخشبة، فبالتالي هذه العودة أتمناها إن شاء الله عودة تكون موفقة لأراد الله مع زملائي وأخوان الفنانين، فبالتالي أكيد أنا سعيد. ما ترددت في هذه المشاركة؟ لا ما توقفت يعني؟ لا والله أنا أشوف الأخ مالك. نعم. جاب النص قبل 6-7 شهور. نعم. وقريته وكذا، والفكرة جميلة وموضوع جديد وطرح جيد وهادف، وبالتالي أنا من أول الناس اللي أوقع معك عقد أو شارك في شيء. يسعدني وشرفني أن أشارك في هذا العمل. فبالتالي قلت له اختيارك، اختار باقي الأخوة الفنانين مثل الأخ فخرية والأخ جمعة وعبد الغفور، قلت له يعني اختيار موفق ما في شك يعني. نعم. فهذا اللي أعطاني دافع أكثر وتشجيع أكثر وثبات أكثر، وأيضا ربما كنت مرتبط بعمل آخر يمكن أجلته لأجل هذا العمل. نعم. فبالتالي أنا سعيد جدا أن مشارك في هذا العمل، ونتمنى إن شاء الله أن العمل هذا يلاقي النجاح لأراد. نعم. الله أتوقع الكل متشوق يعني الأسبوع بعد القادم في 3 أيام
راح الكل من اليوم يحجز أكيد مقعده، وهو مطلع إلى نوعية العمل اللي راح يقدم إن شاء الله على موقع أيضا مختلف. البعض يمكن راح يجي عشان الموقع يشوف المسرح الجديد، ربما يكون هذا سبب مثل ما كان لنا إحنا سبب اشتهارك في العمل بعد ما جبنا. لكن يعطيكم أيضا مسؤولية كبيرة كفنانين، يعني وجود البعض اللي جاي عشان المسرح يمكن خليه يكسر هذا الحاجز ويحس أن المسرحية هي أهم من المسرح. يعني أولا بيني بينك يعني أنا يعني بأمانة مثل ما تفضلتي يعني نعم. في نوع من تقريبا يعني تخوف إن ما الجمهور هل هو بيساند، هل الجمهور بيحضر بشكل كبير، لكن نتمنى إن شاء الله نقدم له موضوع جيد قد يكون هو ما شاهد من قبل في عروض المسرحية اللي شافها واللي حضرها. فنتمنى إن شاء الله حضورهم، وإحنا اللي علينا إن شاء الله بنقدمه أكيد. يعطيكم العافية يعني متوقع يعني كلهم ما مقصرين بأمانة يعني. ومثل ما تفضل الأخ جمعة يقول عندنا شباب يعني إذا ما تجي أعلن تعالوا شجع الشباب اللي معانا ما شاء الله مجاميع كبيرة وفنانين يعني لأول مرة يقفون على المسرح، فبالتالي هذول يحتاجون الدعم، يحتاجون المساندة، يحتاجون من يقف وراهم. جميل أستاذ جمعة، الأسباب اللي خلتك أيضا يعني تتشجع أنك تكون ضمن هذه المسرحية غير المسرح؟ صالح زعل هو يبدو أن المخرج المنتج ذكي في هذه الحكاية. نعم. أنا معروف عني يعني كثير الاعتذار، صالح يعرف هذا الموضوع. فتفاجأت المخرج جاء لأبو مازن وقال له الظاهر أن يعني قالوا لكل إنسان مفتاح، ويبدو أن أبو مازن هو مفتاحي أنا. فاتصل فيه أول كلمة اتصل فيه قال لي يا جمعة، قلت لي تبي تشتغل مسرح كذا بهالكاركتر. قلت له إيه، من في هذا المسرح؟ قال أنا بكون موجود. قلت له خلاص إذا يلا توكل على الله، خلاص ما متأكد؟ قال لي زين، إذا الآن بيكلمك المخرج. فكلمني المخرج حقيقة لما قريت النص، هو فعلا مثل ما قال أبو مازن النص يكاد يكون مختلف عن كل النصوص اللي اشتغلناها قبل. نعم. لأن النص فيه رمزية واقعية. نعم. عادة العمل يا رمزية واقعي، هذا لا، فيه رمزية واقعية. نعم. يعني في تسليط الضوء على قضايا موجودة الآن يعني، و المجاميع الموجودة، والشكل شكل المسرحية مختلف يعني، شكل جديد، شكل جديد. أنا شكل اليوم للطرح. بحضر لبروفا يعني شوقت. لا صحيح، لا شكل جديد للطرح يعني. الناس بيون بيعتقدوا إن هم بيون يشوفون مسرحية تقليدية، لا هذه المسرحية ما تقليدية أبدا. أو إنهم بيون يشوفون، في ناس بفكر بيقول لكم نشوف مسرحية غامضة وكذا، لا أيضا هذه مسرحية ما غامضة، لا هي تقليدية ولا هي غامضة. نعم. وإحنا نحاول كممثلين إنه أيضا نضيف عليها مسحة من الكوميديا. نعم. يعني إحنا نتفقنا أبو مازن وأخوي عبد الغفور أحيانا أن خلنا نقول هني الإفي هذا، أنا أقول كذا تقول أنت كذا، ونقرب ونشوفها مع البروفات حسيناها ماشية وتمشي بنقولها. ففي إضافات أيضا، إحنا حين كفنانين طبعا لنا تجربتنا ولنا خبرة لا بأس فيها يعني، قاعدين نساهم، وحتى الشباب اللي معانا نوجههم نقول له قول كذي زين يعني، فرش لي يسمونه فرش، وأنا بقط الإفي الفلاني. أنا أتوقع أن إن شاء الله المسرحية يعني بإذن الله راح تلاقي قبول، أنا إحساسي إن شاء الله. أنا مثل ما قلت مرة في لقاء معكم شيء، قلت له أنا ما أوعد أنه بتيون تشوفون مسرحية يعني فيها ضحك من بداية المسرحية لآخر المسرحية، وهو الضحك عموما أنواع، في الضحك من أجل الضحك وفي الضحك الهادف. صحيح. وأعتقد أن الضحك الهادف هذا هو اللي يخلي الإنسان يضحك من داخله يعني. يعني موضوع جاد وفجأة كذا ينطلك يقول لك يعني إفيه يخليك تضحك وتنسى، يكسر شوية الجمود. أي طبعا هي فيها كذا. نعم. يعني هي المسرحية طبعا فيها رسالة، ورسالة عظيمة جدا ومكتوبة بعناية جدا يعني، وفيها مساحة للممثل أنه يشتغل. نعم. إذا كان عنده موهبة هذه المسرحية تستطيع أن تبرز. لذلك هذول الإخوان، في كثير من الشباب هذول الآن حسيناهم أن فعلا عندهم طاقات، عندهم طاقات. هذه الطاقات تأثر على إيقاع المسرحية.
كيف بيمشي الإيقاع والتناغم بين جيل يعني لا لا حنحرككم ما تخافي ما تخافي لأن إحنا ترى الفريق المسرحي مثل تيم كرة القدم أيوة يعني الكل مكمل آخر وبالتالي يعني في مشاهد فيها أبو مازن لو عنده شباب ثلاثة أربعة جدد هو بيحركهم يعني صحيح. وهم بيأخذوا منه وبيتحمسوا لما يلاقوا صالح بالحماس والأداء الجميل ما المعروف عنه هم بيحاولوا أنهم يعني يمشوا معاه صحيح. يحاولوا يمشوا معاه أستاذ عبد الغفور إحنا يمكن لازم يعني نتكلم عن المسرحية نفسها فكرتها صحيح احنا ما نريد نحرق كثير من التفاصيل لكن نريد نعرف ايش اللي هي الإضافة الحقيقية من خلال فكرة هذه المسرحية اللي راح تظهر بشكل مختلف مثل ما يذكروا الفنانين قبل نعم لا هو اساسا يعني نتكلم بشكل بعموميات يعني نعم المسرح بشكل عام اذا النص المسرحي ما يضيف شيء يعني يصبح عبارة عن صورة مكررة لحدث سبقه نعم. وهذا شيء يعني ما موجود يعني إما نستنسخ فكرة ونستنسخ قصة نعم. ونخليها في نص ونشتغلها كمسرحية كعرض مسرحي أو نعمل شيء جديد ونكون بهذا إحنا قد وفقنا أو نجحنا بأن نقدم عرض مسرحي متكامل نعم. لأن العرض المسرحي المتكامل اللي يعتمد على نفسه بالإضافة إلى العوامل المساعدة الأخرى اللي تدعم العرض المسرحي بعناصر الأخرى نعم. فبالتأكيد هذه المسرحية هي إضافة جديدة للمسرح العماني نعم. بكل المواصفات بالفكر وبالحوار وبالأداء وحتى بموسيقها هذه المسرحية لها موسيقى خاصة تم تأليفها خصيصا لهذه المسرحية وهذا شيء يعني ما يتكرر كثير وليد الهشيم اسم نعم الموسيقار نعم الموسيقار وليد الهشيم وهذا مثل ما تفضل أخوي جمعان أنه اسم كبير في نعم. الساحة الموسيقية فهذا لا يتكرر في كثير من العروض المسرحية حتى عروض عربية صحيح يروحوا يعني ينقوا بعض المقطوعات الموسيقية من السيمفونيات والموسيقى يعني العالمية يعني لها مزج مجرد يعني مزج أو كذا نعم فهذا هذا إضافة نعم طبعا إضافة نعم. وبعدين الأكاسيا نعم لا انسى الاسم هاي أكاسيا نعم اسمها أكاسيا أكاسيا ترى معناها الغاف الغاف هذا انت تعرف في قرية اسمها ودام الغاف ودام الغاف عرفها منها جمعة وايد عرفها ودام الغاف عشان كذا انت اشتغلت في العمل عشان على العموم يعني العمل هذا متعوب عليه فعلا نعم وشركة يعني تشتغل فيه بشكل يعني مميز بأمانة يعني واهتمام كبير وهذا اللي يمكن احنا يخلينا اذا كان في اهتمام بالشكل هذا يخلينا دائما احنا استمراريه في الاعمال المسرحيه صحيح اذا وجدنا ناس واشخاص مثل هذا النوع او مثل هذه الشركه تهتم في هذا المجال في هذا الجانب بنكون دائما ان شاء الله متواجدين على نعم. كان لكم تدخل في عمليه ايضا اكيد هم كان للازياء شخص معين للديكورات شخص معين لكل شخص اختصاصه لكن هل من خبرتكم ايضا كان لكم بعض اللمسات في تعديل بعض الاشياء الخاصه بهذه المسرحيه هو تعديل من ناحيه انتاجيه احنا ما ندخل لمسات فنيه انا لمسات يعني. فنيه احنا نعطي راينا وملاحظاتنا نعم. للمخرج نعم وياخذ براينا احيانا واحيانا نشوف راي ياخذ احيانا له وجهه نظر تعرف نعم. المخرج له اسلوبه وطريقته ولكن احيانا احنا نبدي بعض الاراء شويه للمخرج او بعض زملائنا بعضنا بعض يعني اذا نتفق على جمله او اضافه شيء معين وايضا نقوم بتوجيه بعض الشباب الجدد هذول نعم. يعني ما شاء الله عليهم يعني لهم يعني حضور جيد باين وبعدين احنا بدايتنا اول ما شاركنا شافوا هم شو كانهم شويه مترددين في التقرب منا احنا طمناهم تعالوا يا اولادنا يا اخواننا اللي صرنا احنا ترانا كلنا اسره واحده الان في العمل هذا وحسسناهم بان ما في واحد لا تقول هذا نجم ولا هذا لا بعد طويل في المجال خل نتعامل معهم بشكل كأنه لأول مرة نقف مثلهم على المسرح وهذا نوع من التحفيز طمنهم أكثر التحفيز وشجعهم
ولذلك حتى صارت انطلقوا آخر شيء. أيوة صحيح. وأنا لما أتكلم عن شاب هذه تكون هي يعني أداءه الأول أو مسرحيته الأولى، يمكن بالنسبة له شيء مختلف إني أقف مع يعني قامة مسرحية أو تمثيل، وبالتالي يحسب لي أنا بكرة لما أظهر إني شاركت في عمل كبير مثل يعني هذا. إحنا هذه ترى مرحلة مرينا فيها. أكيد نعم. هذه تجربة مرينا في بداياتنا. نحس هذا الأولاء الشباب كان خليت نفسي في مكانهم يعني. أكيد. فبالتالي مثل ما أخذوا بيدنا غيرنا، نحن أيضا لازم نقف معهم ونأخذ بيدهم ونساعدهم ونشجعهم في نفس الوقت ونوجههم أحيانا. ويتقبلون يعني يتقبلون ممنوع اللي لا، بالعكس يبون رانا وفكرتنا، ويعني ناس يرحبون بكل شيء يعني. الشباب منبصرين بأمانة، وظهور جيد لهم بيكون إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. أستاذ جمعة، إحنا دائما يعني ما نسمع في الوسط العام وجود نوع من عدم الرضا عن الفن العماني، كيف ممكن أيضا يعني مع وجود مسرحية مثل هذه تتوقع أنها يعني تضيف الكثير، وجود مسرح بهذه التجهيزات، إنه ممكن فعلا نغير نظرة الجمهور اليوم بهذه الإطلالة لولد البلد، إنه فعلا عندنا نقلة في فنه، وممكن مستقبلا أن نرى أعمال بهذا المستوى بشكل أكبر؟ والله شوفي أختي، أول شيء أنا بعقب على ما قال أبو مازن شوي، أو بضيف ما بعقب، إنه الشباب هذول مثل ما قال أبو مازن، ومازن وفخرية والمجموعة احتووهم الحين لدرجة إنه أقول حق صالة صاروا ما شاء الله يعني فردوا ويضيفوا، حتى نقول صبروا تعالوا شوف يعني وصلوا لمرحلة من الطمأنينة إنهم يعني خلاص يعني صاروا ما عندهم مشكلة. في البداية مثل ما قال كانوا يعني هذا صالح زعل هذا ما أدري من يعني شوية، لكن الآن لا صاروا خلاص فريندلي. بالنسبة للرضا عن الأعمال الفنية، نعم. هذه مسألة أنا ما قادر أفهم يعني أنا ما قادر أفهم هذه الظاهرة، ظاهرة عدم الرضا. يعني الآن الدراما العمانية من الستينات، من بدايات النادي الأهلي، يعني هذا الرضا كيف يعني؟ في أعمال تلفزيونية اتعملت من أول ما أنشئ التلفزيون، نعم. إلى الآن في أعمال مهمة ومهمة جدا، سواء مسلسلات سواء أفلام تلفزيونية. لذلك يعني أنا أقولها وما عندي أي مشكلة يعني. الآن لما نيجي إحنا نقيم الدراما العمانية، نقيمها بمستوى الدراما الخليجية في محيطنا الخليجي، هل إحنا عندنا عقدة الدراما الكويتية مثلا؟ هل الدراما الكويتية أفضل من الدراما العمانية والإماراتية؟ وهذا الكلام ما صحيح، هذا الكلام ما صحيح، لأن أصلاً المخرجين أغلبهم هم اللي يشتغلوا في 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 الخليج ويشتغلوا في عمان، والممثلين خليجيين وعمانيين دائماً، والمواضيع ترى هي نفس المواضيع، نفس المواضيع اجتماعية. أنا ما أعرف إحنا عندنا، أنا أقولها بكل أمانة يعني، وأقولها وأنا واثق من كلام اللي أقوله، إن الدراما العمانية ليست بأقل من نظيراتها الخليجيات، إنما في طبعا عمل يطلع نص شيء طبيعي. احنا اكلمك عن مسلسل عملناه قبل سنتين اسمه حارة الاصحاب. حارة الاصحاب عمل بسيط كوميدي، وانقسموا الناس عليه، انقسموا في اللي يقول لك لا هذا مستوى ضعيف، واحنا ما توقعنا هالاسماء اللي موجوده في هالمسلسل انه يطلع المسلسل بهذا المستوى، احنا توقعنا بيطلع مستوى ما ادري ايش كذا. طيب هذا جزء من الناس. صحيح. وانا اكلمك كممثل امشي في الشارع يوميا والناس يكلموني على الموضوع، يكلموني الجانبين، الاقي ناس اقسم بالله يشيدوا في المسلسل اشاده يا ابو مازن ما تصورها، وما عندهم هذه حكايه الـ احنا شويه، واقولها وانا مسؤول عن كلامي، احنا شويه عندنا مجموعه الاخوه المثقفين، نعم. هذول اللي هم اصلا في في في, في النت وفي الفيسبوك، وهذول اللي ما عاجبهم شيء يعني. هذول مجموعه المثقفين بعضهم ما تهمهم كلهم، في بعض المثقفين لا ما عاجبهم يعني، هم يريدون عمل هوليودي، نعم. طيب انت كيف اعطيك عمل هوليودي وانا بامكانيات صحيح. بامكانيات سلطنه عمان يعني. هذا اللي، ولذلك أنا دائما حتى في منهم بعض هذه الأخوة المثقفين من نقاد سينمائيين وكذا، أنا أقول لهم طيب يا أخي إحنا نعمل مسلسل 30 حلقة، أنت أعطيني اعمل لي فيلم 10 دقائق وراويني إمكانياتك. صحيح. أما إن أنا أقعد وأقول ويعني وأقزم
بمستوى الدراما العمانية. لا، الدراما العمانية دراما مستواها جيد، مستواها جيد، وفي أعمال يعني في الذاكرة محفورة. وإلا ما وجد صالح زعل اللي الناس كلها تعرفك. إذا صالح زعل إذا كان يقدم أعمال يعني نص نص، إذا كيف الناس تحبه والناس تعرفه يعني؟ إذا لا، هو يقدم عمل جيد معناته. لكن أنا وجهة نظري أن المستهدف الأول للعمل الفني الدرامي هو رجل الشارع. هو رجل الشارع اللي يمثل 99% من الشعب العماني. هذا المستهدف. ويمكن أغلب الدراما تلامس حياته هو نفسه يعني. طبعاً. هي لا تلامس طبقة معينة وإنما حياة العامة. طبعاً. لا يعني أنا بقول أنا أكثر واحد أنتقد ويعرفه مازن، وأكثر واحد ما عاجبني العجب ولا الصيام في رجب. لكن نتكلم كواقع أيضاً، إحنا مش معقولة إن نغمض عيوننا وجالسين عندنا عقدة، عندنا عقدة الآخر. يعني عندنا عقدة الآخر. على فكرة بقول لك على شغلة، الممثل العماني الآن صالح زعل في الدراما العمانية ما عاجب، لكن صالح زعل لما يشتغل مسلسل خليجي، لا صالح زعل عظيم. فهمتي لا قصده؟ طيب هو هذا صالح زعل، وهي هذه نفس إمكانياته أو جمعة أو فخرية. يعني لازم أو نخرج من الإطار عشان لازم يشوفك هو في إنتاج الخارج البلد علشان يقول يعني وأنا أقولها بالأسماء. يعني إحنا زميلنا عندنا إبراهيم الزدقالي، زميلنا مش أحسن منه، ما نقول عنه ولا هو يقدر يعني يقول هذا الكلام، لكن لأن إبراهيم ركز على العمل الخليجي يقولك لا ما شاء الله. هو يا أخي إبراهيم غير، كيف إبراهيم غير؟ ما هو هذا إبراهيم، بس لأنه يشتغل في مسلسل سعودي أو مسلسل إماراتي أو كذا. أنا أرجو وأدعو الجمهور أن لا ينظر للدراما والعمل الدرامي في عمان بدونية. العمل الدرامي، وإحنا بقول لك على شغلة أيضا، إحنا للأسف أن في عمان عندنا هذه العقدة في كل شيء مش في الدراما بس. دائما إحنا نستصغر اللي عندنا، ما أعرف يعني صارت مثل العقدة برغم حتى المسؤولين الآن صاروا يتأثروا بهذه الأشياء. المسؤولين اللي ما هم يفكرون اللي يخططوا للدراما صاروا يتأثروا. لكن أنتوا وهذا العمل عمل صار عقدة لهم صار. أنتوا اليوم كمشتغلين أيضا ما حاولتوا أيضا تغيروا هذه الفكرة؟ هل يعني في دراسات معينة، في ملامسة، أن هل نقطة الضعف تكمن مثلا في الإخراج، في الإنتاج، في الشركات الفنية القائمة، وبحيث أن هذا الموضوع ممكن نتخطاه بشيء آخر فعلا نقنع؟ إحنا ما نريد نرضي، ولكن نوصل إلى قناعة أن فعلا الدراما العمانية ما ينقص. هو اللي حاصل الآن يعني. كل الأعمال اللي عملناها من السبعينات إلى الآن أو السنة الماضية، عمل واحد يمكن صار فيه شوية تدني في المستوى. يعني الأعمال اللي قدمناها هذه ما تشفع لنا؟ لا بالعكس تشفع أكيد. المسؤولين الآن المسؤولين نحن يوم هذا يقولوا حارة الأصحاب، حارة صارت حارة الأصحاب قضية يا جماعة الخير. قدمنا إحنا مستويات متوسطة وجيدة وعالية وكذا، هو الدراما كذي. نعم. مستويات العمل الفني. نعم. ما دائما. ويمكن حارة الأصحاب جات في فترة تتطلب نوع معين من الدراما. لا يا أختي. نعم. أنا أرجع وأنا اليوم يعني بفجرها المسألة زين، وأقولها من 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 باب وطنية. نعم. ومن باب حب لهذه الأرض وهذا البلد وشعب هذا البلد. إحنا صاير عندنا أقول لك مش في الدراما، صاير عندنا مشكلة. يعني شارع معمول جميل جدا وبأعلى المواصفات، وإحنا نسافر نروح دول العالم نشوف إيش نوعية الشوارع زين، نجي نقول لا يا أخي ما أعرف شوف هذا الشارع يا أخي. يعني دائما ننظر لي، ولما تيجي تقارني هذا الشارع والله في أوروبا ما موجود، بس صارت عندنا عقدة. فهمني أبو مازن أنت؟ صارت عندنا عقدة أن إحنا كل اللي نسوي يعني في كل المجالات. أنا ما أعرف ليش يعني هذا جلد الذات. ليش جلد الذات؟ هل يعني يعني إحنا ترى اللي صاير في كل مجالات مش بس في الدراما زين. وبعدين الحين لما ترد تريد تقدم أعمال يعني مثلا اللي هي متميزة جدا وما على قولتهم، طيب إيش المواضيع اللي أنا بقدمها؟ ترى احنا يعني ايش المواضيع؟ ترى هي المواضيع كلها هي طلاق وزواج وميراث وما هذا واقعنا. لا شوفي احنا يعني حتى انت لما تريد تفرد، تريد تدخل في امور، انت عندك رقابه؟ لا يقول لك هذا لا هذا لا، في المعرفة ايش اللي شغله الدينيه وشغله الاجتماعيه وشغله الاقتصاديه انت بعد كفنان تشتغل ترى تحت تاثير بعد ضغوط كثيره. نعم. مش اسمه. لكن المهم ارجع واقول ان من يقلل
يعني في مستوى الدراما العمانية هو حر، احنا ما نقبره. لكن انا اقول اجمالا الدراما العمانية دراما جيدة. وبقول لك على شيء، تنتج امريكا في السنة كم فيلم؟ مئات الافلام. اللي تنجح فيلمين او ثلاثة. هذه طبيعة الدراما. انت اذا عملت 10 مسلسلات ونجح مسلسل واحد فانت ماشي صح، لان هذه صنعة يعني يعني معتمدة على 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 مستوى الناس اللي يشتغلون. طبعا هذا المخرج يفرق عن هذا المخرج، وهذا الممثل يفرق عن هذا. لكن تعمل 10 مسلسلات مثل الان في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مثل ما قلت يعني هم يريدوا يعملوا 4-5 مسلسلات ويريدوها كلها هذه الخمسة تضرب. كيف تضرب؟ ايوه. وبعدين هذا حارة الاصحاب اذا كان. وانا قلت لكم والله انه في ناس بالعكس، الناس البسطاء والله المسلسل عاجبهم. البسطاء زين، تجي يقولك يقول لك لا والله واحنا حشدنا الفنانين الكبار وما قدموا. ترى هذا النص من اجازه اجازه يعني اجازه. احنا نطلع ان هذه المسرحيه ايضا تشكل، خلينا بالمسرحيه لان احنا المسرحيه. انا بستاذنك استاذي بس بنطلع لموجز راس الساعه، وان شاء الله نرجع نكمل حديثنا في مطلع ساعتنا الثانيه. نرحب فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الأعزاء عبر برنامجكم مع الشبيبة، وهذه الحلقة اللي ممكن مثل ما تابعتوا حديث عن المسرح العماني ومدى التطور الذي حصل فيه، وأيضا النقلة المنتظرة اللي من خلال عرض مسرحية ولد البلد بمسرح متكامل من خلال المسرح الكبير بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هذه المسرحية التي تأتي برعاية إعلامية من الشبيبة. ضيوفنا الموجودين في الاستوديو نرحب فيهم مجددا ونذكر فيهم الفنان صالح زعالة، الفنان جمعة هيكل، وكذلك الفنان عبد الغفور البلوشي. استاذ عبد الغفور، يمكن الاستاذ صالح الاستاذ جمعة تفاعلوا كثير مع موضوع صحيح. الدراما وخذوا النصيب الاكبر. صحيح. خلينا نرجع لمسرحية ولد البلد. ما هي العوامل اللي اليوم فعلا احنا نراهن من خلالها على نجاح متوقع لهذه المسرحية؟ والله انا يعني حقيقة نحن نتكلم على المسرح بشكل عام أيضا، والمسرحية من ضمن المسرح. العرض المسرحي في عمان ناجح دائما. وهذا بشهادة الجميع، حتى شهادة الضيوف اللي نحن نستضيفهم في مهرجاناتنا. يعني نحن عندنا ما في عرض مسرحي برغم من قلة أيام العروض يعني غير كامل العدد. كل العروض المسرحية هي كاملة العدد. لكن نحن الآن أمام تجربة. التجربة المسرحية، التجربة اللي احنا الآن نمر فيها، تجربة ولد البلد، هي أن يكون هناك إنتاج نسميه تجاري. وهذا يمكن قد يكون هذا العمل مسبوق يعني. لكن هذا العمل بالذات أن تنتجه وتنفذه شركة يعني تجارية. هذه أول مرة، وأن تكون هناك والمسرح أيضا صالة المسرح صالة كبيرة. وعدد الكراسي 3200 كرسي. يعني عدد مش هين يعني. والتذاكر الآن حسب ما يعني نسمع نحن الآن بدأت يعني حقيقة تنفذ. وهذا شيء يعني يسعدنا. عند التجربة هذه تجربة قد تكون أول تجربة فريدة، أن يكون هناك شركة إنتاج تجارية تقوم بتنفيذ وإنتاج عمل مسرحي، وبالتالي هناك في تذاكر تباع يعني شباك تذاكر، وهناك توزيع موجود للعرض المسرحي. فهذا نحن النجاح نتوقع إن شاء الله. إن شاء الله نتوقع النجاح بوجود هذه الكوكبة من النجوم في العرض المسرحي، وهذه المجاميع وكل ما يعني يحويه هذا العمل من احترافية. احترافية في عناصر نجاح العرض المسرحي فيها احترافية. احترافية في الديكور، الملابس، الموسيقى والألحان، وحتى فيها أغاني. والأغاني علاوة على وجود الكلمة موجودة في العرض المسرحي. أنا متأكد 100%، نحن لا نريد أن نتكلم عن الفكرة بشكل كامل ولا نتكلم عما يجري. احنا نريد ايضا بس نعمل ايضا تشويق للجمهور انه فعلا راح تلاقوا شيء. نحن نقول للجمهور الكريم انتم
ستسعدون بهذا العرض المسرحي. نعم. وتتمتعون وتستفيدون. نعم. وهذه نحن هذا وعد، نحن كفنانين مشاركين في هذا العمل المسرحي نوعدكم بهذه الخصل أنكم ستجدونها خلال تواجدكم في هذا العرض المسرحي. ونحن متأكدين أن العرض الأول سيشيع للعرض الثاني والثالث. نعم أكيد. فنتمنى أن نرحب بجمهورنا الكريم أن يحضر العرض المسرحي ويساهم ويشارك في إنجاح أعمال مسرحية بهذا المستوى. نعم. أستاذ صالح، أنتوا الآن كلكم يعني أكدتوا على أن الكل يؤدي دوره، كلهم في مجال الإنجاح هذه العمل وكل التجهيزات موجودة. الجمهور اليوم اللي يسمعنا أيضا ويتابعنا، إيش الدور اللي ممكن يساهم فيه في إنجاح هذا العمل، اللي ممكن يقول نقول حتى الشركة وإن كان بمسمى تجاري هي عمانية لشباب عمانيين يقدمون يعني عمل مختلف أيضا ونجاحات مختلفة من هذا العمل؟ هو شوفي أحنا معهم في الشركة اليوم. نعم. وقال يمكن أغلب التذاكر هي نافذة. نعم. فإحنا من سمعنا هذا الكلام من يوم قبل أسبوع الترويج على المسرحية، يعني حملنا مسؤولية أكبر. نعم. والتزام أكثر في العمل المسرحي هذا، في البروفات، في التواجد، في تبادل الآراء، في الحرص على العمل أكثر من بروف في اليوم، بروفتين ثلاث. نعم. أربع يمكن يتطلب الأمر إلى زيادة عمل بروفات، فبالتالي هذه صارت مسؤولية أكبر، خاصة لما شفنا التجاوب من الجمهور الآن. نعم. في حجوز التذاكر يعني أعطتنا مسؤولية أكبر واهتمام أكثر، يعني ولو أن إحنا معطينا الموضوع أهمية من زمان، من بداية ما شاركنا يعني. لكن نتمنى إن شاء الله، نتمنى مثل ما قال الأخ أبو عبد الغفور أبو أحمد، إن شاء الله هكذا هو طموحنا، إن شاء الله العمل لاقي نجاح كبير، وإن شاء الله يجد الجمهور ما يعني يريد أن يشاهده من خلال المسرح إن شاء الله. نعم. أتمنى إن شاء الله النجاح. أستاذ جمعة، أنتم اليوم أيضا ستقدمون أنفسكم والناس تعرفكم، لكن ستساهموا في تقديم أجيال جديدة على المسرح. الأيام اللي تفصلنا يمكن أسبوع وعدة أيام بسيطة، 10 أيام. نعم. هذه الأيام المتبقية إيش الدور اللي راح تعملوا عليه فعلا لمساهمة في يعني إعداد أكثر؟ أنا عموما أنا لأني أعرف أن أغلب الجمهور راح يجي من الفئات السنية اللي ماشية مع الشباب الجديد. نعم. ولذلك أنا يعني أدعوهم لتشجيع يعني تشجيع جيلهم، لأن هذول في المستقبل هم حيكونوا الفنانين، وهم اللي حيكونوا الأسماء في المستقبل. فأنا أدعوهم أنهم ما يجوا يشجعوا صالح زعاي ولا جمع هيكل ولا فخرية ولا عبد الغفور ولا، أنا أبغيهم يجون يدخلون للشباب هذه الآن. لأن أنا الشباب حقيقة أراهن عليهم، مستوياتهم جيدة، متحمسين جدا، والعمل إجمالا العمل يعني العمل بإذن الله راح يلقى النجاح. أنا هذا إحساسي. فإحنا خلاص مثل ما قلتي الآن العد التنازلي، وبالتالي الآن في بروفات يعني يومية، والآن بعد 3 أيام 4 أيام بنبدأ عد بروفات الصبح وبالليل يعني. نعم. أيوة. ف يعني عاد الله يعيننا، لأنه في جهد الآن جاي أكبر من اللي مضى يعني. إن شاء الله، وكل ما زاد نفاذ التذاكر أيضا بيكون الجميع. والله هذا شيء طيب، لأن إحنا الحين يعني الأخبار اللي قاعد توصل إنه ان ان انه في اقبال كبير جدا على 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 شراء التذاكر. نعم. هو فعلا لانه العمل والتوليفه الموجوده والمسرح هذا المبهر، كل هذه اشياء يعني تشجع وتساعد الجمهور، انه ومثل ما قلنا اللي يحب المسرح بيجي. صحيح. اما اللي ما يحب المسرح احنا ما نريده. اللي يحب إحنا اللي المسرح راح يتواجدوا معنا طبقات مختلفة. لا اللي يحب المسرح ما راح يدخلك إلا محب المسرح. صحيح. ومحب المسرح يعذر مثل ما يقولون. نعم. وأنا أعرف أن عموما العماني محب للفنون. نعم. من مسرح ومن موسيقى، ومن يعني عمان تزخر قديما وحديثا بهالموروث العظيم من الفنون. هذا دليل. نعم. إيش
دليل ان هذا الشعب يحب الفن يعني عموما. استاذ عبد الغفور، كلمه اخيره ايضا تقدمها لجمهور ولد البلد يعني اللي راح تكونوا متواجدين واللي نامل ايضا يعني مضاعفه رغبتهم في التواجد. انا يعني اؤكد ما نقل الاساتذه وما طلبوه، ونؤكد ايضا دعوتنا لجمهورنا الكريم للحضور والمشاهده الممتعه ان شاء الله، ان يشاهدوا عرض ممتع وشنف اذانهم ويمتع ابصارهم، يشاهدوا مناظر جميله ويستمتعوا بالفكر الجيد الايجابي ويستفيدوا ويخرجوا باستفاده. نحن نتمنى ان يحضر هناك جمهور، لانه الفنان المسرحي لا يستطيع ان يبدع بدون جمهور. طبيعي عندما يشاهد الصاله ممتلئه يعني يجيه يعني يحصل حماس كبير ويستلهم منهم ابداعه. طبيعي ان شاء الله نتمنى لهذا العمل النجاح وان يحقق يعني يبلغ الطموحات ويحقق كل الاهداف المرجوه ويكون علامه فارقه في يعني قيمه مضافه ايضا في تاريخ المسرح العماني. اذا 14 و15 13 و14 و15 من اكتوبر الحالي هي ايام عرض مسرحيه ولد البلد على المسرح الكبير بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هذا العمل يقدم من قبل شركه اكاسيا وبرعايه اعلاميه من الشبيبه. كونوا جزء من نجاح هذا الحدث بتواجدكم، بتعزيزكم ايضا للمهارات والمواهب الشابه اللي راح تكون متواجده في هذا العمل، وإن شاء الله ضيوفنا أكيد يعني راح يكونوا أيضا هم البصمة الأكبر في هذا العمل ومن خلال دعمهم لشباب عمان المجيدين في مجال المسرح. أستاذ الفنان صالح زعل، شكرا جزيلا لك وسعدنا جدا بهذه الإضافة من خلال وجودك اليوم في استوديوهات الشبيبة. شكرا لكم أيضا وشكرا للسادة المستمعين، وأتمنى إن شاء الله أن كنا ضيوف خفاف عليكم وعلى خفاف طبعا. شكرا جزيلا لكم وتشرفنا دعوة هذه، مشكورين. شكرا لك الأستاذ جمعة هيكل على تواجدك أيضا وتفاعلك مع المسرح وحرصك على الدراما العمانية وعلى يعني وجودها وقيمتها. لا إن شاء الله الدراما العمانية من أفضل إلى أفضل، وإحنا شاكرين استضافتكم تواجد. ومرة ثانية وثالثة وعاشرة أدعو الجمهور لحضور هذه المسرحية يعني حتى وإن كان من باب الفضول. إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ عبد الغفور البلوشي، وإن شاء الله عمل ناجح وهذه الطموحات إن شاء الله تبلغ المنى إن شاء الله. إن شاء الله، والشكر موصول لجريدة الشبيبة لرعايتها الإعلامية لهذا العمل. شكر لكم أيضا متابعينا الأعزاء على متابعتكم لنا خلال هذه المحطة وخلال حلقتنا لليوم. غدا إن شاء الله لدينا حلقة أو برنامج عين على الشورى في أيضا موضوع جديد، كونوا على المتابعة ونلتقيكم إن شاء الله في برنامج مع الشبيبة مطلع الأسبوع القادم في أمان الله.